ما شاء الله، وجدت دارك فسطاطا داخل الفسطاط. جئت إلى مصر منذ سنين، استقبلني أهلها بكرم فياض، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم نعم. ما الذي يؤرقك يا أبا عبد الله؟ العلم. أخشى أن يضيع وأندثر وألا ينتفع به العباد. أليس محفوظا ونقوم على نقله لأبنائنا كما نقله آباؤنا وأجدادنا؟ يا نفيسة العلم، هذا ليس كافيا، علينا أن ندون العلم بحرص، حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور تنفع القادمين بعدنا.